السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي من جديد في دورة تصميم الشعارات الاحترافية. اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس سنقوم بشرح كيفية تصميم شعار مصور فوتوغرافي. وكما تشاهدون معي الآن، فهذا الشعار مكون من آلة تصوير ثم عدسة، وبداخل هذه العدسة حرفين، هما حرف الـ A المأخوذ من الاسم الأول أحمد، ثم حرف الـ H المأخوذ من الاسم الثاني هاني. وهنا عنوان سفلي فوتوغرافي. على بركة الله سنبدأ بالشرح الآن. سنقوم بتقليص حجم الشعار الأصلي ونضعه في هذه الزاوية هنا. بعد ذلك سنقوم ونختار أداة Rectangle Tool، ثم نقوم بالضغط مرتين على Artboard هكذا، ثم نقوم باختيار طول الشكل ونختار 150 بيكسل على العرض 95 عفوا، ثم نقوم بالضغط على OK. بعد ذلك سنقوم بجعل هذا الريكتانجل تول عبارة عن ستروك، وذلك بالضغط على هذا السهم هنا، ثم نقوم بتغيير سمك هذا الشكل ونختار رقم 6 هكذا، ثم نقوم برسم شكل ثاني بنفس الشكل ريكتانجل تول، ثم نقوم برسم الشكل هنا، ثم نقوم بتحويله إلى فيل أو شيب، ثم نقوم وضعه هنا هكذا كما تشاهدون الآن، ثم نقوم برسم ريكتانجل آخر هنا ويكون أفقيا كما تشاهدون معي الآن هكذا. جيد، ثم نقوم بتنسيق الأشكال الثلاثة معا تكون متناسقة ومنسجمة من حيث المسافة هكذا، ثم نقوم باختيار الشكل الأول والذي هو عبارة عن ستروك، ثم نقوم بالضغط هنا كما تشاهدون الآن على هذه النقطة البيضاء هما، ثم نقوم بجرها هكذا كما تشاهدون الآن هكذا، ثم نقوم بتحويل هذا الشكل إلى شكل هندسي أو إلى فيل أو إلى شكل شيب بالضغط على خيار Expand هكذا، نقوم بالضغط OK. بعد ذلك سنقوم بإزالة هذه الأشكال هنا، ذلك بالضغط على Alt ثم الضغط في نفس الوقت على الزر الأيسر للموس هكذا، ثم نزيل هذه الأشكال الزائدة هنا. جيد جدا. بعد ذلك سنقوم باختيار أداة Pen Tool، ثم نقوم برسم خط عمودي هنا هكذا، ثم نختار سمك 6 هكذا. جيد جدا، ثم نقوم بجعل هذا الشكل يبدو أفقيا ونضعه في هذه النقطة هنا، ثم نأخذ هذا الشكل ونقوم بتغيير زاويته ونختار زاوية مثلا زاوية 24 هكذا، ثم نقوم باختيار الشكل، قم بالضغط على الزر الأيمن للماوس، ثم نذهب إلى خيار Transform، ثم نختار Reflect، بعد ذلك نختار خيار Vertical، ثم Preview، بعد ذلك سنقوم بالضغط على Copy، ثم نحصل على النسخة المعاكسة للشكل كما تشاهدون الآن، ثم نقوم بدفع الشكلين كل في مكانه هنا. جيد جدا،
نقوم بجعلهما مستوى متساوي وأفقي، ثم نقوم بجعلهما في مجموعات هكذا، ثم نقوم باختيار الأشكال جميعها، ثم نقوم بالذهاب إلى خيار Online Tool، ثم نجعل جميع الأشكال في مستوى واحد. جيد جدا. بعد ذلك سنقوم ونختار هذه الخطوط هنا التي هي عبارة عن ستروك، ثم نقوم بتحويلها إلى، بعد ذلك قبل ذلك سنقوم بإزالة الشكل هنا، ثم نقوم بتحويلها إلى فيكتور عند الخيار Expand، ثم نقوم بالضغط على OK هكذا. بعد ذلك سنقوم بجعل هذه الأعمدة الثلاث في مجموعة كما تشاهدون معي الآن. بعد ذلك سنقوم بزيادة طول هذا الجزء هنا، ذلك عليه جره إلى الجهة اليمنى، وأيضا هذا إلى الجهة المعاكسة أو الجهة اليسرى هكذا. جيد جدا. ثم نقوم بإعادة الأشكال هنا، ثم نجعلها في مستوى واحد هكذا كما تشاهدون إخواني وأخواتي، ثم نقوم بجعل هذا الشكل هنا. بعد ذلك سنقوم باختيار جميع الأشكال أو الأجزاء، ثم نقوم باختيار أداة Shape Builder Tool، ثم نقوم بإزالة هذه الأشكال الزائدة هنا كما تشاهدون الآن، ثم نقوم باختيار الأشكال جميعا، ثم نقوم بالذهاب إلى Path Builder ونختار هذا الخيار من Shape Modes، ثم نحصل على شكل واحد وهو عبارة عن آلة تصوير. بعد ذلك سنقوم برسم عدسة هذه آلة التصوير، ثم نقوم تحويل هذه الدائرة إلى ستروك، ثم نقوم باختيار نفس السمك 6 هكذا آسف، ثم هذا. لذلك سنقوم بعمل نسخة ثانية لهذه الدائرة، ثم نقوم بتصغير حجمها قليلا، هكذا. جيد. ثم نقوم بوضعها هنا، جعلهما في مستوى واحد عن طريق أداة Align Tool. بعد ذلك سنقوم برسم خط أفقي عمودي هنا، ثم نقوم بصناعة نسخة ثانية له. بعد ذلك سنقوم بصناعة نسخة ثالثة وجعلها أفقية هكذا، ثم نقوم بجعل هذين الشكلين مستوى واحد وأيضا في مجموعات هكذا، ثم نختار الأشكال مكونة لعدسة الكاميرا، ثم نقوم بالذهاب إلى Align Tool، ثم نقوم بتنسيق الأشكال معا. بعد ذلك سنقوم بتحويل هذه الأشكال إلى فيكتور عن طريق خيار Object، ثم اختيار خيار Expand، ثم الضغط على OK. جيد جدا. بعد ذلك سنقوم ونختار أداة Shape Builder Tool، ثم نقوم بإزالة الأجزاء الزائدة هنا هكذا، ثم نقوم بإزالة هذه الأجزاء من هنا هكذا كما تشاهدون الآن، الأمر جد بسيط للغاية، ثم نقوم بجعلها في مجموعة. لذلك سنقوم ونختار Rectangle Tool، ثم نقوم بإزالة هذا الجزء، ثم نقوم برسم
شكل مستطيل ويجب أن يكون في نفس سمك الأشكال أو هذه العدسة هنا، ثم نقوم بوضعها، ثم نقوم بعمل نسخة ثانية لهذا المستطيل أو الشكل العمودي هنا، نقوم بوضعه هنا للتوضيح أو لإظهار الأحرف حرف الـ A وحرف الـ H، ثم نقوم باختيار جميع الأشكال ثم نقوم بجعلها في مجموعة. بعد ذلك سنقوم بتحويل هذا الشكل إلى Outline عن طريق خيار الضغط على Alt ثم الضغط على حرف الـ Y هكذا، ثم نقوم بتكبير حجم الشكل لتتضح لنا جيدا. بعد ذلك سنقوم باختيار أداة Shape Builder Tool ثم نزيل هذه الأشكال من هنا هكذا، ثم نجمع هذه الأشكال هنا أيضا هنا وهنا وهنا وهنا، وهنا. جيد جدا، ونقوم بتحويله إلى الشيب هكذا، ثم نقوم ب تعليها في مستوى واحد مع شكل الكاميرا هكذا. بعد ذلك نقوم بجعلها هنا، ثم نقوم باختيار العدسة ونقوم باختيار Expand هنا. بعد ذلك سنقوم برسم زر الخاص بالتقاط الصور لهذه لآلة التصوير هنا، ثم نقوم برسم صغير هنا كما نشاهدون الآن، ثم نقوم بتغيير حجمه قليلا. جيد جدا، ثم نقوم بجعله في مستوى أفقي واحد هكذا. بعد ذلك سنقوم برسم طول شكل صغير هنا هكذا، ثم نقوم تقليص ورسم round corner tool هنا، نجعلها في هذا الجزء. كما تشاهدون فالأمر جد بسيط للغاية، لا يحتاج إلى أي تعقيد، ثم نجعل الأشكال في مجموعة. بعد ذلك سنقوم بوضع عنوان لهذا الشعار عن طريق أداة Type Tool، ثم نقوم كتابة اسم الشعار أحمد هاني، ثم نقوم اختيار النص، ثم نذهب إلى أداة Eyedropper Tool ثم نضغط على نفس النص، ثم نقوم ونختار نختار 5 حجم النص، ونختار 35. جيد جدا. بعد ذلك سنقوم بكتابة عنوان سفلي فوتوغرافي هكذا، ثم نقوم بتغيير نوع الخط ونختار سيمي بولد، ثم نختار نفس اللون هكذا. بعد ذلك سنقوم بتغيير حجم النص ليتلائم مع الاسم العلوي هكذا، ثم نقوم هكذا. بعد ذلك نقوم بتغيير لون الأحرف الموجودة داخل عدسة الكاميرا هكذا.
جدا، ثم نقوم بتحويل الشكل إلى إكسبان كما تشاهد الملف، الأمر جد بسيط للغاية. ونقوم بجعل هذه النص هنا جيد، ثم نقوم باختيار النصين معا ونذهب إلى أداة Expand Appearance، ثم نقوم بالضغط مرة ثانية على خيار Expand، لذلك سنحصل على نص هكذا، ثم نقوم بتنسيق النصين معا هكذا كما تشاهدون. حصلنا على شعار مصور فوتوغرافي احترافي كما تشاهدون معي الآن. إلى هنا ينتهي درسنا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى بالضغط على زر لايك، وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة إن شاء الله تعالى. وكذلك إذا كنت جديدا معنا قم بالضغط على زر سبسكرايب ليصلك كل جديد إن شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.